السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة معادنا مع سنة تالتة اعدادي، اظهر ان شاء الله اول درس نحو ليهم، هو زي اول درس نحو في اعدادي عام واعدادي تربية وتعليم يعني، وهو المنادى. ولكن في الازهر اضافات كده بسيطة جدا جدا، ولكن لازم الازهر برضو يبين ان هو يعني ايه، يحط بالبصمة بتاعته، تمام كده؟ ولكن هو نفس بالظبط المنادى، هو النحو هو النحو، ولكن الازهر بيضيف بس شوية اضافات. فاحنا عندنا المنادى، انا شرحته قبل كده بانه ينقسم لقسمين من حيث الاعراب الى معرب ومبني. انا هنا هقسمه لخمس اقسام من حيث النوع، فعايزه الناس اللي في تربيه وتعليم يشوفوا الفيديو ده، والناس اللي في الازهر يشوفوا الفيديو الثاني ان شاء الله باذن الله، بحيث ان انت تستفيد من هنا وتستفيد من هنا. انا هقسم هنا المنادى تقسيمه ثانيه خالص، بحيث زي كتاب الازهر ما هو مقسمها. انا هقول المنادى، انواع المنادى. اول حاجه طبعا في الازهر بيهتموا جدا جدا بالتعريف، فلازم اعرف المنادى، تمام كده؟ ايه هو بقى تعريف المنادى؟ بيقول لي المنادى هو المطلوب اقباله بحرف، بواسطة حرف من أحرف النداء. يعني أنا بطلب حد إن هو يقبل عليا بواسطة حرف من حروف الإيه؟ النداء. يبقى المنادى هو المطلوب إقباله، أهو التعريف بتاعه، هو المطلوب إقباله، إن هو يقبل عليا يعني، بواسطة حرف من أحرف النداء. طب إيه هي بقى أحرف النداء؟ حروف النداء او احرف النداء عندي يا وايا وهيا واي والهمزة، تمام كده؟ عرفنا النيا قبل كده، النيا تصلح للقريب والبعيد، وأيا وهيا لنداء البعيد، وأي والهمزة لنداء القريب. يبقى ده بالنادي بقى على القريب، حد قريب مني، أي محمد، أي فاطمة، أمحمد، أفاطمة. طيب حد بعيد عني، أيا محمد، هيا محمد، تمام؟ يا تنفع بقى للاثنين، حد قريب او حد بعيد، دي يا محمد يا فاطمه، سواء قريب او ايه او بعيد، دي اسمها احرف النداء او حروف النداء، تمام كده يا ولاد؟ حروف دي يعني هو حرف اللي طلب الاقبال، يعني بيطلب به الاقبال، تمام كده يا ولاد؟ طيب ايه هي بقى انواع المنادى؟ زي ما انت قلت لي هتقسميني تقسيمه جديده، انواع المنادى. المنادى يا ولاد انواع: مفرد، علم، نكره، مقصوده، نكره غير مقصوده، مضاف وشبيه بالمضاف. مفرد العلم، كلمة مفرد هنا مقصود بها كلمة واحدة، يعني ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. احنا عارفين ان المنادى المضاف وشبيه بالمضاف بيكونوا كلمتين، تمام كده؟ لكن المفرد العلم بيكون كلمة واحدة، وغالبا بتكون اسم انسان او اسم بلد، اسم انسان او اسم بلد. العلم ده مقصود بكده، اسم انسان او اسم ايه بلد. زي ايه؟ زي اول مثال عندي، يا سعيد، اهو ده اول حاجة، ده علم مفرد، ده علم مفرد. وهنا بيكون حكمه يا ولاد الإعرابي مبني على ما يرفع به، هو والنكرة المقصودة، هما الاتنين دول. ده بقى اللي هو من حيث الإعراب بقى، مبني بينقسم لقسمين، مبني اللي هو الاتنين دول، مفرد العلم والنكرة المقصودة. مبني على ما يرفع به، لو مرفوع بالضمة بيبنى على الضمة، لو مرفوع بالألف بيبنى على الألف، لو مرفوع على الواو بالواو بيبنى على الواو، تمام كده؟ طيب أيا محمد، اجتهد، أيا محمد اجتهد، تمام كده؟ فمحمد هنا علم مفرد.
ده المفرد العلم، تمام. وانا كاتبه هنا الامثله بتاعت الاصدر لان بتبقى فيها اختلاف شويه، مش زي الامثله الدارجه بتاعتنا في التربيه والتعليم. طيب النكره المقصوده هي كلمه نكره، يعني مش معرفه بالالف واللام ولا احنا نعرفها هي ايه، ونكره انا ما بس اقصد حد معين، يعني انا ما اقول يا تلميذ ولكن انا تلميذ معين، عيني على تلميذ معين فبقول له يا تلميذ وانصت واقصد تلميذ معين. اه كلمه نكره ولكن اقصدها نكره مقصوده، هي تلميذ انصت اهي دي، يبقى دي اسمها نكره مقصوده، وبرده بتكون مبنيه على ما يرفع به، ولكن لازم اقول يا اولاد في محل نصب، لازم اقول في الاخر في محل نصب، يعني هنا عارفها اقول منادى مبني على الضم في محل نصب، تمام كده يا اولاد، وكذلك سعيد وكذلك محمد، منادى مبني على الضم في محل ايه نصب، لازم اقول كلمه في محل نصب. محمدون، اه انا سامع حد شاطر كده بيسال وبيقول مش محمد ده علم المفروض يكون في العلم المفرد، ايه اللي جاب محمدون بقى الجمع في النكره المقصوده في الازهر بقى، دي اضافه من الازهر، ويا ريت بتوع تربيه وتعليم يشوفوها في الكتاب بتاعنا، بيقول ان العلم لو اتثنى بقى مثنى او جمع ما بيبقاش علم، بيبقى نكره مقصوده، بيبقى نكره ايه مقصوده، لان العلم لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، زي يا مصرو هنا علم، ده بنقول عليه علم، لكن لو قلت يا مصريون لا ده بقيت نكره مقصوده، تمام كده. فالنكر العلم اذا ثني او جمع يعتبر نكره مقصوده، خلوها حلقه في ودنكم الكلمه دي. فمحمدون هنا نوعها نكره مقصوده ومرفوعه على الواو لانها ايه جمع، مبنية على الواو لأنها جامعة، تمام كده. يبقى هنا محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب، لأنه طبعا جامع مذكر إيه سالم. فالعلم يا ولاد العلم إذا ثنية أو جمعة يعتبر نكرة مقصودة، لأن العلم لا يثنى ولا إيه ولا يجمع. جميل جدا، جميل. يبقى الاثنين دهم بيبقى حكمهم من حيث الاعراب مبنيين، مبنيين على ايه، على ما يرفع به اللي هي الضمه او الالف او الواو على حسب الكلمه ماركات ممكن تترفع بايه. طيب النكره غير المقصوده بقى زي ايه، ابشيري الخير، بشيري دي يا اولاد مثنى، المفروض ان هي بشيرين بالياء والنون، ولكن حذفت النون للاضافه في المثنى وفي الجمع، اذا كان مضاف بتحذف النون للاضافه، حطوها حلقه في ودانكم. المنادى المثنى والجمع اذا كان مضافا، انا سبت النكره غير المقصوده هي لسه بتاعها تحت، تمام. فاحنا هنقول المضاف يا اولاد وهنسيب النكره الغير مقصوده دلوقتي. طيب ده مضاف يا اولاد وحذفت النون للاضافه، فخلوها حلقه في ودانكم. لو كان المنادى المضاف مثنى او جمع حذفت النون للايه للاضافه. فبشيري الخير ده يا اولاد منادى مضاف، لازم يكون كلمتين، كلمتين وحطها حلقه في ودانكم كده، لازم ده تكون كلمتين وده برده لازم يكون كلمتين، تمام. ايه الفرق بين المضاف وشبيه المضاف؟ المضاف بتبقى كلمه زي بشير زي طالبه العلم، وبعدها ايه مضاف اليه، اهي عندنا طالب العلم ابشر يا طالب العلم، وعندي بشيري الخير كلمه نكره وبعدها كلمه مع معرفه بالالف واللام، على طول عرفوا ان دي ايه مضاف. طب شبيه بالمضاف بيكون بينهم وبين بعض حرف جر، زي مثلا عندك هنا يا بخيلا بماله، يا بخيلا بماله في جر اهو، في حرف جر اهو في النص، تمام كده. لو قلت يا بخيلا ماله او يا بخيل المال او يا طالب العلم او يا عامل المصنع كانت هتبقى مضاف، لكن يا عاملا بالمصنع اهي، يا عاملا بالمصنع على طول، لا ده ايه شبيه بالمضاف، يبقى الفرق ما بينه وبين بعض هو حرف الجر. طب انا عندي هنا يا طيبا عنصرها، عندي يا اولاد دي اسمها يا طيبا عنصره، معلش خطا، يعني يا طيبا عنصره دي مش ما فيش فيها حرف جر، ولكن يا اولاد في حاجه اما تكبروا كده، ده اسم اتصل بمتمم لمعنى، يعني الكلمه دي متممه لمعنى كلمه طيبا، طيبا ايه طيبا عنصره، فاجت الكلمه دي متممه لها في المعنى، والكلمه دي يا اولاد يعني الاسم ده عامل يعمل عمل الفعل، وده الفعل بتاعه، ده يعمل عمل الفعل
وده الفعل ايه بتاعه، زي بالظبط يا قارئا كتابا، يا قارئا كتابا، لو جت لي الجمله بالطريقه دي هتبقى شبيه بالمضاف. تمام، دي مش هتجيلكوا كتير قوي، فركزوا في ان هي تيجي كلمه نكره وبعدها جر وايه ومجرور، ده اكتر حاجه بتيجي. تمام كده، بعد كده هيجي اللي هو النكره المقصوده بقى، يا متكلما اسكت. انا طبعا قاعده في محاضره اهو وفي ناس بتتكلم بس انا مش عارفه مين اللي بيتكلم، فروح قال يا متكلما، انا مقصودش مين، انا اقصد اي حد متكلم، مقصودش حد بعينه، يبقى دي نكره غير مقصوده، مقصودش حد معين. تمام، لكن لو بصيت على واحد بيتكلم وقلت له يا متكلما اسكت، دي بقت نكره، مش هقول له بقى يا متكلما، هقول له يا متكلمو اسكت ساعتها. ليه؟ لانها هتبقى نكره مقصوده. فالفرق بين النكره المقصوده والنكره غير المقصوده ان دي بتبقى حاجه انا اقصدها وعلامه الاعراب بتاعتها بتكون مبنيه على الضم او مبنيه على ما يرفع به، ودي بتكون غير مقصوده وبتكون منصوبه على طول، بيبقى ساعتها معرب. تمام كده، يعني زي يا متكلما على طول ساعه ما اشوف كلمه واحده ومنصوبه اعرف ان هي على طول نكره غير مقصوده، ويا نائمين استيقظوا، هنا جمع فاتنصبت بالياء عشان هو ايه جمع مذكر سالم. فالنكره المقصوده الفرق ما بينها وما بين بعض ان ده مقصود وده غير مقصود، وعلامه الاعراب ده بيبقى مبني على ما يرفع به وده بيبقى معرب. تمام، ده منصوب. طبعا بقى علامات النصب بتكون الفتحه او الكسره او الياء، اللي هي علامات النصب العاديه اللي احنا كلنا عارفينها، الثلاثه دول معرب. يبقى دي التقسيمه اللي انا عاملاها للايه للتربيه والتعليم، عامله لهم ان المنادى بينقسم لقسمين، مبني ومعرب. ومبني طلعت منها المفرد العلم والنكره المقصوده، والمعرب طلعت منها الكلام ده، فانا عملت هنا بتقسيمه تانية بحيث ان الكل يستفاد، اللي فهم دي يفهمها واللي فهم التانية يفهمها عادي جدا جدا. طيب في بقى اضافه كده من الازهر عايزين نضيفها، ايه هي الاضافه التانية؟ انت قلت لي ان مثلا العلم لو سني او جمعه تبقى نكره مقصوده، في حاجه تانية لو الاسم اصلا كان مبني، الاسم اللي انا هناديه ده كان مبني، زي سيبويه، زي كلمه سيبويه، سيبويه. تمام كده، احنا سيبويه ده علم نحو، فاحنا بناخد هي الكلمه دي اصلا مبنيه على الفتح الجزئين لان هي اصلا مركب مزجي. تمام، وهتعرف الكلام ده بعدين. طب لو هي مبنيه ما تيجي تبقى منادى هعملها ايه وهي اصلا مبنيه وعلم والمفروض تبنى على ما يرفع به؟ لا، قال لي إيه، قولي هي مبني على الضم المقدر، مبني على الضم المقدر، وسيب العلامه بتاعته اللي هي الكسره. تمام كده، هي سيبويه ولاد بتتكتب كده سيبويه، هي اصلا مبنيه على الكسر، فما اجي اقول يا سيبويه هسيبها سيبويه زي ما هي كده، مش هشيل الكسره واحط مكانها ضمه، واروح قايله منادى مبني على الضم المقدر، الضم الايه المقدر، منع منه ايه يا اولاد اللي هو البناء اللي موجود فيه، تحذر يعني نطق الضم عليه. تمام كده، دي اضافه من اللي هم ضافوها لنا في النحو. في اضافه تانية بيقول لي النكره المقصوده تبنى على ما ترفع به اذا لم تتصف بنكره، اذا كانت ما توصفتش بنكره. طب لو وصفتها بنكره قال لي تكون منصوبه، الارجح ان هي تتنصب على انها نكره غير مقصوده، زي لما اقول مثلا يا تلميذا مجتهدا، تلميذا دي انا كنت اقصد بها تلميذ معين، ولكن عشان وصفته بكلمه مجتهد اتقلبت بقت تتنصب، بقى النصب ليها اولى من البناء، بقى النصب ليها اولى من الايه من البناء. يعني مش هقول منادى مبني رغم ان هو نكره مقصوده، ولكن هو اتوصف، فطالما اتوصف بصفه اصبح النصب فيه اولى من الايه من البناء على الضم. دي اضافات بسيطه جدا الازهر بيضيفها، وبكده خلص درس المنادى. طبعا في انا شرحها بصوره اوضح من كده شويه، هنزل لكم اللينك بتاعها اللي هو للتربيه والتعليم، يعني هو الدرس واحد، فانا هنزل لكم اللينك بتاع الدرس ده، يا ريت السنه الثالثه تشوفوه عشان خاطر ما اطولش الفيديو، وانا كنت شرحها قبل كده، يا ريت تشوفوا الفيديو ده وتشوفوا الفيديو الثاني اللي هنزله لكم في اللينكات. يا ريت بقى اللي عجبه الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه لو لسه مش مشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.